السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وحتى يرضى وإذا رضي ما بعد الرضا. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وصحبه وأزواجه والتابعين ومن تبع سنته بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم، أما ثم بعد. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات تبسيط العلوم مع تصنيع البروتينات أو البروتين synthesis أو biosynthesis، تصنيع البروتين داخل الخلايا الحية. مع حضراتكم علاء السعيد، أستاذ دكتور علم الطحال بجامعة الإسكندرية ومعار حاليا إلى جامعة القصيم. ونبدأ مع بعض العرض بتاعنا بالشكل ده. المربع بتاعنا اللي موجود قدامنا ده هو عبارة عن خلية، آدي جدار النواة، يعني الجزء اللي في اليسار ده النواة، آدي الدي إن إيه، وآدي أهو لو نكبر شوية كده يبقى بالشكل ده، آدي الدي إن إيه أهو، وآدي الماسنجر آر إن إيه أو المرسال، وده الخيط الوراثي، وهنا داخل النواة، والغشاء ده هو غشاء النووي، ودي الفتحة الموجودة في جدار النواة، وهنا كل ده بره السيتوبلازم. الحقيقة إن الشفرة الوراثية اللي جزء منها هيتحول دلوقتي عشان هيتصنع بروتين. البروتين بيتصنع فين؟ في السيتوبلازم هنا عند الريبوسوم بمساعدة بعض الحاجات اللي موجودة في السيتوبلازم زي ما هنشوف، ولكن عشان يتصنع البروتين لازم الشفرة تيجي من الدي إن إيه. طيب هنا في معضلة، إن الدي إن إيه لا يستطيع الخروج من النواة. طب والحل؟ الحل ما فيش قدامه غير إنه ينسخ جزء من الشفرة بتاعته على الحمض الأميني اللي موجود هنا اللي هو الار ام ار ان اي او المرسال. يبقى الجزء اللي عايز يتنسخ بيتنسخ هنا الشفره الوراثيه على المرسال، وده ليه القدره ان هو يغادر النواه من خلال هذه الفتحه عشان يروح للسيتوبلازم زي ما هنشوف حالا دلوقتي اهو. يبقى غادر النواه وراح موجود هنا عندنا. طيب وبعدين عندنا الريبوسوم يا جماعة الخير عبارة عن جزئين، جزء كبير وجزء صغير، بدون دخول في تفاصيل زيادة، احنا عايزين تبسيط العلوم يبقى بنبسط الأمور. في ثلاث أماكن موجودين في القطعة الكبيرة دي من الريبوسوم. أولا الريبوسوم بيتكون من بروتين زائد الار ار ان اي اللي هو ريبوسومي، الار ان اي اللي هو النوع الثاني ده اللي هو المرسال، وهنا الريبوسومي ده النوع الثاني داخل في تركيب الريبوسوم. طيب في ثلاث أماكن موجودين عندنا، الأكسبيتور أو الجزء الأولاني ده اللي هو بيتم الدخول فيه، هنا ده الجزء بتاع البروسيسنج أو البيبتايدال تي ار ان اي، المهم الجزء اللي هنا ده اللي هيركب فيه أول دي ان اي عشان يتعرف على الشفرة الوراثية اللي موجودة على المرسال الار ان اي المرسال، وأدي الخروج بيتم من هنا زي ما هنشوف دلوقتي. فلو بصينا كده أول خطوة إيه اللي هيحصل؟ أهو أول خطوة الماسنجر ار ان اي، طبعا هنا في تفاصيل دقيقه جدا احنا ما تعرضهاش، احنا بناخد التفاصيل العامه. بيدخل الشريط الوراثي هنا ما بين الاثنين الار ان اي في مكان معين او في سايت معين، وتبتدي الشفره الوراثيه اللي موجوده هنا اهي. هو بيتعرف ازاي يبدا ينسخ؟ بيلاقي شفره هنا، شفره موجوده هنا معينه هي دي اللي بتسمح له ان هو يبتدي عمليه ايه؟ النسخ. طب وبعدين هنشوف اول ما بيتقرا اهو يبتدي على طول يجي التي ار ان اي اللي هو الار ان اي الناقل ينقل الحمض الاميني الاول اهو وياخد المكان اللي موجود هنا. طيب وبعدين الخطوه الثانيه وهو في مكانه كده يبتدي يحصل اهو ادي الحمض الاميني الثاني، ادي يجي الار ان اي الناقل يجيب الحمض الاميني الثاني. اول ما يبقوا في الموقف ده الحمضين الامينيين دول هيرتبطوا مع بعض برابطه بيبتيديه، ويصبح التي ار ان اي ده فاضي فيبتدي يخرج على طول. طيب والمكان ده هيبقى فاضي، هيتنقل ليه هنا الار ان اي الناقل ده هيتنقل هنا وهيبقى شايل معاه الاثنين دول، وتتكرر العمليه دي عشان يتكون عندي سلسله من مين؟ سلسله من البيبتيدو جلايكان اللي هي بتكون عباره عن البروتين اهي. يبقى ادي الخطوه دي هنا، يبقى اذا ده خرج فاضي اهو، ده كان شايل مين؟ الامينو اسيد الاولاني ده ارتبط هنا، وهتبتدي بقى يجي واحد تاني يخش هنا ويربط الثلاثه دول مع بعض، وده يبقى فاضي يطلع، وهكذا لغايه لما يتكون عندي سلسله من الامينو اسيدز ما بينها رابط بيبتيديه، عشان كده بنسميها بولي بيبتايد تشين اوف امينو اسيدز، سلسله عديده البيبتيد بتاعت امينو اسيدز. احنا عارفين ان عندنا 20 واحد، وده هو البروتين اللي بيتكون. البروتين ده ممكن بقى يكون بروتين تركيبي او انزيم او ما شابه ايا كان،
بيبقى عندنا هنا موجود داخل السيتوبلازم في الامينو اسيدز موجوده، وفي الاحماض الار ان اي الناقله، كل واحد جاهز انه ينقل حمض اميني معين وفقا لهذه الشفره. يبقى مره تانية ايه اللي حصل؟ اهو نسترجع كل الخطوات كده بسرعه. اهو يبقى اول خطوه حصلت ايه؟ ترانسكريبشن او النسخ اللي حصل في النواه. يعني ايه النسخ؟ يعني نسخ جزء من الدي ان ايه الشفره بتاعته على الار ان ايه المرسال، مسنجر ار ان ايه، هو ده اللي يستطيع الخروج من النواه من خلال هذه الفتحه. اهو يطلع للسيتوبلازم عشان يبتدي يروح للريبوسوم اللي بيتكون من جزئين عشان يبتدي يتقرا. اول شفره تتقرا اللي هي شفره البدايه بيوصل لها الحمض الاميني الار ان ايه الناقل اللي هو الترانسفير ار ان ايه، وياخد معاه الحمض الاميني الاول، وهكذا تبتدي العمليه تنتقل من واحد الى واحد لغايه لما بيوصل لشفره في الاخر اللي بتقول له توقف عند هنا، الشفره دي انتهت. اهم جمجم ببعض بالشكل ده، ثم يذهب اهو يسيب الحمض الاميني بتاعه للار ان ايه اللي جنبه عشان يرتبطوا مع بعض، وهو يبقى فاضي عشان يرجع مره ثانيه، وهكذا بتتكرر العملية عشان يكون لي سلسلة من الأحماض الأمينية. يبقى البداية بتاعتنا كانت في النواة عند الدي ان ايه، ده النص الأولاني اللي هو النسخ، خرج المسنجر ار ان ايه أو الناقل أهو عشان يطلع بره هنا، وبعدين تبتدي العملية دي. العملية دي بقى اللي حصلت دي بنسميها عملية ترانسليشن أو الترجمة. يبقى البروتين عشان يتكون لازم يحصل له نسخ في الأول هنا، ثم يطلع بره يترجم في الريبوسوم. يبقى في عندنا ثلاثة ار ان اي شاركوا في الموضوع ده، الار ان اي المرسال اللي جاب الشفرة من النواة، والار ان اي الناقل، ثم الار ان اي الريبوسومي اللي موجود هنا اللي ابتدى يترجم. وفي النهاية عندي بيكون عندنا بروتين مكون من سلسلة من الأحماض الأمينية. وبكده ده تبسيط لعملية نسخ أو تصنيع البروتين اللي بتتكون من عملية نسخ وعملية ترجمة. شكرا لحسن استماعكم، إن كنت أحسنت فمن الله، وإن كنت أسأت أو أخطأت فمن نفسي. اللهم علمنا ما تنفعنا به، وانفعنا بما علمتنا، ونلتقي في فيديو قادم على خير. إزاي بقى عملية الترجمة دي بتحصل بالتفصيل إن شاء الله، وتركيب الـ tRNA. نراكم على خير بإذن الله، ونستودعكم الله، والسلام.